من اول الاخراج والكتابه الاستاذ يوسف هوف الله يرحمه، مدام بقى خيريه احمد، مدام سناء جميل، استاذ محمد رضا، استاذ عمر الحريري، كلهم ما شاء الله قمم. وكانت ميرنا حبيبتي زميلتي، فكان طبعا ده يعني انا كنت محظوظ ان انا اتحط في حاجه زي ديت. والوتد طبعا، وكان في نونا الشعنونه، كنت انا وحنان تركي مع مدام انعام محمد علي، فدي كانت البدايات وكانت بدايات قويه يعني. طب ليه يا محمد ما بين كل عمل والتاني بنلاقي عندك فترة اختفاء كده، مع انك انت بتعمل ادوار قوية، فانت ليه عمل ليه فترة الاختفاء دي؟ بص يعني انا بشوف ان زي ما قلت لك انا مقتنع برسالة الفنان. أوكي. مقتنع بجدا بجد. مش بقولك مش ممثل بس، حتى المطرب كده. فبشوف ان هو احلى حاجة انك انت بتعملي حاجة الناس بتستفاد بيها. فعشان الناس تستفاد بيها لازم تختاري حاجة تكون انت مقتنع بيها اصلا. يعني مش عايز ادخل في سكه تانية موضوع الافلام يعني، بس انا بتكلمك في المطلق ان انا بحب اختار قوي، بحب اقرا عشان انا بقرا كمان، فبحب اختار قوي ويبقى عندي حس شويه من الحاجه اللي هتلاقي قبول عند الناس ولا لا. ايوه. فما بحبش اعمل اي حاجه، وفي نفس الوقت انا مش الحمد لله يعني في الاخر مش معتمد على المهنه. انا مش ممتهنها يعني. أيوه. انا مش ممتهن. أيوه. الفن. أيوه. فمستني من وراه حاجه. انا بشوف طبعا معظم الممثلين لازم ياخدوا مقابل، لان دي شغلتهم. دي طبيعي، مش هنشتغل كده يعني. بس انا قصدي مش هي دي الاساس بالنسبه لي في العائد. ايوه. فبالتالي مش متسرع يعني. مش 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 ملهوف. طب انت عمرك رفضت دور وفنان تاني او زميل تاني يعني خده ونجح فيه؟ كتير كتير افلام كمان فيه؟ كتير. بس انا بقى مش مقتنع. انا مش مقتنع. ونجح على فكره. كتير على فكره. وما ندمتش مثلا ان انت ما عملتش الدور ده؟ لا لا انا ما ندمش خالص الحمد لله. بص في الاخر اللي ربنا عايزه يعني، اللي انا مهما هتسعي ربنا اللي عايزه هيحصل. أيوه. هيحصل. فانا ما بندمش خالص، هو بتدبير ربنا سبحانه وتعالى يعني. فانا مقتنع. أيوه. بالحته دي جدا. بس انا ما بندمش، وفي حاجات فعلا رفضتها نجحت، وفي حاجات رفضتها ما نجحتش، بس الاغلبها نجحت على فكره. أيوه. بس انا مقتنع مش ندمان. وهقول لك على حاجه، انا في منتجين والله والله في منتجين بيجيبوا لي الفيلم او المسلسل، وخصوصا الافلام يعني. أيه. انا بعتذر وبقول له انا انصحك ما تعملوش يعني. انا بعتذر واقول له بتبقى انصحك يعني، لاني مش ببقى شايف انه يا جماعه ما ينفعش ده يتقدم يعني، ومش بس اللي انا يعني الواقعه دي لما حصلت 90% كانت انا صح، وهم كلموني كانوا بيشكروني. بيشكروني بالرغم ان هم عملوه خسروا. أيه. بس بيقولوا احنا ما شفناش ممثل نقول له على سكريبت والمضيه هياخد فلوس ويقول لا انا مش عايز ومش هعمله، ونصيحه لله ما تعملوش. فهم بيشكروني يعني. فاهم ازاي بقى يعني؟ يعني المثال ده حصل كذا مره يعني. وفي حاجات نجحت بس ما كنتش بقول لهم ما تعملوش. بس فعلا ونجحت والممثلين نجحوا ومبروك عليهم يعني. ما بقاش زعلان بالعكس.